يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا دائما أخاف من المجهول وأخاف من الموت ولا أحس بطعم للحياة، فأرجو من فضيلتكم أن ترشدوني وأن تفيدوني في ماذا أعمل. هذا وسواس يا أخي، هذا وسواس من الشيطان، عليك برفضه والابتعاد عنه والتعوذ من الشيطان، وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وافعل الطاعات تجنب السيئات وأبشر بالخير. نعم.